من هنا شدت الرحال قاصدة ساحة الجمع التي استفاقت على موعدها الحجرية لإحياء الذكرى 54 لثورة 26 من سبتمبر. وضمن أسبوع احتفائي بذكرى ثورة 26 من سبتمبر أحيت مدينة التربة العيد الوطني بمشاركة قيادة السلطة المحلية والمقاومة الشعبية والجيش الوطني. إن من دواعي الفخر أن نقف هنا معا محتفين بالعيد 54 للثورة الأم ثورة 26 من سبتمبر. المهرجان الجماهيري تضمن عددا من الفقرات الخطابية والإنشادية ومسرحية جسدت الرابطة بين الإماميين القدامى والإماميين الجدد. من أنت يا عم؟ تعرف من أنا أبو الشهيد، أنا من أحد ثوار 26 سبتمبر. محافظ تعز علي المعمري ووزير الشباب والرياضة نائف البكري وقناة يمن شباب كانوا رعاة رسميين للمهرجان الذي أعدته ونسقت له حملة جسد واحد. من محافظ محافظة تعز الأستاذ علي المعمري الراعي الرسمي لهذا الحفل ووزير الشباب والرياضة الأستاذ نائف البكري وقناة يمن شباب الفضائية. على سفح المجمع الحكومي بمدينة التربة وفي قلوب الحاضرين يقف علم الجمهورية عاليا يرفرف في سماء مدينة أدركت الخطر الإمامي الجديد فأسرعت لطرد سوره الميليشياوية قبل عام ونيف لتبقى الجمهورية التي رسمت منذ 5 عقود راسخة اليوم في أذهان أبنائها. وللأطفال وقفة بريئة ليس لإحياء ذكرى عيد سبتمبر بقدر ما هي محاولة لإحياء ضمير من ماتت ضمائرهم. فرحة رغم الوجع، ابتهاج وسرور رغم ما اكترثه تحالف الموت القائم لتحقيق طموحات تتعارض مع مطالب الشعب الذي يبحث عن كافة حقوقه في الحياة ودون نقصان، غير أن الانقلابيون لا يريدون ذلك وهو ما جعل طموحاتهم تنقلب رأسا على عقب لتزيد اليمنيين تماسكا وتمسكا ودفاعا على ثوراتهم. لم تكن ثورة 26 من سبتمبر مجرد ذكرى عابرة، بل ثورة يدافع عليها أبطال المقاومة الشعبية والجيش الوطني في جبهات القتال ومن خلفهم شعب يلفظ الميليشيات. عبد العزيز الذبحاني من شباب من مدينة التربة بمحافظة تعز. ألو، هل أفعل كذا؟ هنا طرأ تحديث ما، العمامة صارت شالا يوضع على الظهر والكتف، ولقد كان الأئمة فيما سبق يضعونها على الرأس. في ساحة الغدير مسألتين مهمتين، ليست من المنتجات التي لها تاريخ انتهاء بعد عام أو عامين، فول أو بزالية أو ما شاكل، لا. الخطاب والمنهج على العكس من ذلك زاد مذهبية وعنصرية، ففي زمن الأحفاد الغدير والولاية والتشيع أشد تمسكا بهذه المفردات مما كان عليه آباؤهم، بل هذه المرة بجهل ورعاية فارسية. ما أشبه الليلة بالبارحة، فبعد مرور 54 عاما لثورة 26 من سبتمبر الأحفاد ينقلبون على الحكم لإعادة الاستبداد ويضعون اليمن في عزلة ويدخلون الشعب في مجاعة، لكن الجمهوريين أحفاد النعمان والزبيري كانوا لهم بالمرصاد. الجمهورية والثورة والوحدة والديمقراطية جمعتها أهداف سبتمبر 6، ولأجلها تدفع التضحيات الجسام. مستمرون في تجديد ثورة سبتمبر وتحقيق أهدافها على الأرض، وإن شاء الله سينعم الناس بخيرات سبتمبر في الماضي وسبتمبر اليوم إن شاء الله. واليوم ما تقوم به تعز اليوم هو حفاظا على ثورة 26 سبتمبر وهو امتداد لثورة 11 فبراير وامتداد لثورة 26 سبتمبر. الإمامية كابوس أسود أشبه بعصر الجاهلية، لن تعود إلى الأبد لسان حال اليمنيين. لم يتبقى من الإمامة في اليمن سوى هذه القصور المهترئة
وأفكار هدامة في عقول أحفادهم. يقابل ذلك كله صلابة في الجمهورية وثورة تتوقد في صدور الأطفال قبل الكبار. أمين دبوان، يمن شباب، تعز. في ظل البطش والاستعباد الإمامي بحق اليمنيين، انفجرت ثورة سبتمبر المجيدة لانتزاع الجمهورية بعد أن نفضوا عن عاتقهم العجز والوهن. في الذكرى 54 لثورة 26 من سبتمبر، يحيي الجيش الوطني في مأربة هذه الذكرى التي لامست أرواح اليمنيين الذين عانوا الأمرين من حكم الإمامية البغيض. نحن سعداء اليوم ونحن نرى هذا التلاحم الوطني الفريد بين كل فئات الشعب اليمني وجيشها الوطني ومقاومتها الباسلة الذين هبوا جميعا للدفاع عن الجمهورية والثورة، وأثبتوا أن أحفاد سبتمبر كرواد الأمس يواصلون مسيرة النضال والتحرير، وإن اليمن الحبيب قد طوى الحكم الإمامي والتسلط العائلي إلى غير رجعة. كل الثورات في العالم ترفع ناسا إلى عنان السماء وتخفي آخرين تحت الثرى، وهو ما فعله المخلوع بحق رموز وقيادات تلك الثورة. في كل ثورة شعبية نجد فكرا وأدبا يسيران مع تلك الثورة، دعما لها وتعبيرا عنها وتصويرا لوقائعها وأحداثها، بحيث يكون الأدب سجلا يخلد تلك الثورة. غير أن أدباء اليمن في المراحل الأخيرة باتوا يتحدثون عن ثورتهم بشكل خجول نسبيا خشية تبعات ما تخطه أقلامهم، لكن الميدان ورجاله يعيدان الأمل لليمنيين في وضع حد لعصابات الكهوف والإرهاب الإمامي، لكن لا أمل قبل تحرير العاصمة. هذا العرض العسكري الرسالة الرئيسية لي نقول للدنيا أننا في الجيش الوطني قادمون لاستعادة الدولة بعصاة موسى أو بصميم فرعون، لا بد من صنعاء وإن طال السفر، وإن جاء الحل سلميا فعلى رؤوسنا، الحل السلمي يأخذ عندنا المرتبة الأولى، لكن الكرة في ملعب الإنقلابيين، إن أرادوها سلما فلهم وإن أرادوها حربا فعليهم. احتفال الجيش الوطني وكل الوحدات العسكرية بعيد الجمهورية وعزمهم في المضي قدما لتحرير اليمن وإرساء مبادئ الجمهورية التي لا مساومة عليها. يزداد ألق الثورة السبتمبرية ويشع نورها حين من يحيون هذه الذكرى هم من يقودون المعارك في الجبهات دفاعا عن شرف الجمهورية ووضع حد للإرهاب الإمامي. عمر المقرمي، يمن شباب، مأرب. يشكل أيلول سبتمبر بالنسبة لليمنيين تحولا تاريخيا فريدا، ليس على مستوى الانتقال إلى النظام السياسي المتمثل بالنظام الجمهوري القائم على أنقاض النظام الإمامي المتخلف، فأيلول سبتمبر في أعين اليمنيين مثل تحولا عابرا للسلالية المتعصبة والكهنوتية، كما أنه عابر للطائفية المستبدة التي كانت قائمة على أسس طبقية، دافعا باتجاه واقع جديد يقر بمبدأ الحرية والمساواة وإزالة الفوارق بين الطبقات كما تجسد ذلك في أهداف سبتمبر. وعلى مدار عقود ظلت ثورة 26 من سبتمبر أيلول تعاني تارة لمحاولات تجريف وتحريف، وتارة أخرى لمحاولة إفراغها من محتواها التحرري، وذلك لما أنجزته في الشعب من تحولات كبيرة لم تكن ثورة فبراير من العام 2011 سوى امتدادا طبيعيا في سجل تلك التحولات. فشل نظام المخلوع صالح في إخماد الثورة في روح الشعب، إذ أنها بدت في ذكرها 54 أكثر حضورا، وأظهر اليمنيون حماسا كبيرا وشعورا عميقا بالانتماء إليها، فيما بدا تحالف الحوثيين وصالح معزولا بل وفي موقع الخصم المهزوم أمام مشروع سبتمبر، وهو مشروع تجسد في قوى المقاومة اليمنية المتصدرة لمواجهة الإمامة المحدثة في نسختها الحوثية العفاشية. ثمة طريق مهدت ثورة سبتمبر في ستينات القرن المنصرم، وها هي العجلة التي حركها أيلول تبدو أكبر من أن يتم القضاء عليها، في حين لا تزال الأهداف التي أعلنتها مطلبا حاضرا وبقوة في نضالات اليمنيين.
وقوفا اضطراريا يقفه اليمنيون أمام الجمهورية، ذاك الذات الوطني المقدس التي تحمل في طياتها أهدافا سامية تكفل للجميع الحياة بكرامة وحرية بعد ردح زمني حكم فيه الإماميون البلاد بطريقة تخلفية وعنصرية تذوق إبان حكمهم اليمنيون صنوفا من القهر والويلات. تعني هي يعني إزاحة الظلم ولا الفقر. جمهورية جمهورية لا الحوثي والملكية. هكذا ارتفع صوت أبناء الضالع كغيرهم من المحافظات اليمنية حين تعرفوا على خيوط اللعبة والمؤامرة على الجمهورية، جمهورية انقلب عليها صالح وجماعة الموت الحوثية فنهبت مؤسسات الدولة بما فيها الأسلحة الثقيلة وفجرت الحرب في أكثر من محافظة. رغم أنف الحاقدين الحوثيين العائدين للإمامة لن نترك لهم المجال يعودون إلى الخلف إلى المربع الإمامي السقيم، ولكن سنعود من جديد بثورة سبتمبر إن شاء الله الحديثة. انقلاب برزت فيه معالم استبداد جديدة كتفجير المنازل وأخذ الرهائن والتنكيل بخصومهم وسلب الأموال، سلوكيات اكتسبها الحوثيون من أجدادهم الإماميين القدامى. لا يختلف لا تختلف الأعمال والممارسات، كان الإماميون يريدون أن يكون الناس لهم عبيدا، واليوم الحوثيون يريدون تعبيد الناس من جديد وتقبيل الرأس والركبة. أحفاد الثوار ومن ساروا على نهج الضباط الأحرار من أبناء الجيش والأمن فجروها ثورة مسلحة ضد الإنقلابيين، فيما لا زالت طلائع الثوار رهن التدريب والإعداد بغية استعادة الشرعية والجمهورية، ثورة يقول ثوارها بأنها مكملة لثورة سبتمبر الخالدة. سيستمر النخبة من ضباط الجيش الوطني مستمدين نورهم من نور زملائهم وقاداتهم في ثورة 62 900 ألف. نحن نعاهدهم بأننا سنظل على عهدهم وعلى السير ماضين حتى إزالة كل الظلم والفساد الموجود في البلاد. يعتبر اليمنيون الجمهورية منجز عظيم وطوق نجاة للخروج من براثين الظلم والاستبداد، جمهورية باتت مخطوفة هم في طريقهم لتخليصها من قبل خاطفي الأرض والإنسان كما يقولون. عبد العزيز الليث، يمن شباب، الضالع. واحدية الهدف والمصير تجسده مواقع العزة والكرامة في ربوع اليمن، فالثورة التي انطلقت شرارتها الأولى بجيل الزبيري ضد الإمامة والكهنوت والجهل الذي فرضه الأئمة على أبناء اليمن، ها هم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يسطرون أعظم الملاحم في سبيل دحر المشروع الإنقلابي المتفرع من المشروع الإمامي والسلالي البغيض. وهذه اليوم الثورات، ثورة يعني الشباب امتدادا من 2011 إلى اليوم، هي امتداد لثورة 26 سبتمبر، وهي كذلك قامت على التخلف على الكهنوت على المفسدين الذين أفسدوا في البلد ولا يصلحون. فهذه الثورة هي امتداد لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، وإن شاء الله سيكون النص قريب، ونحن اليوم في يعني فرضت نهم يعني على مشارف وأبواب صنعاء. ظن إماميو الأمس انقلابيو اليوم أن بموت الزبيري ورفاقه صفى لهم الجو ليعبثوا بالبلاد طولا وعرضا، فتفاجأوا بأن الأرض قد أنجبت الملايين يحملون نفس هدف الزبيري ولو واجهوا نفس ما واجه. نحن هنا سنقبل درب الشهيد الزبيري ولن تعود وتحكمنا الإمامة مهما كلفنا الأمر، سوف نبذل أرواحنا روح تلو الروح روح رخيصة لله ولم يحكمنا الإمامة. كفاح اليوم إنما هو امتداد لكفاح 26 سبتمبر المجيد، لكن ما يميزه في ذكراها 54 هم هؤلاء الأبطال الذين خرجوا لمواجهة المشروع الإمامي المتمثل في الحوثيين والمشروع الانتهازي المتمثل في المخلوع علي صالح. يجسد الأبطال هنا معاني الكفاح المسلح مواصلة لدرب 26 سبتمبر المجيد. محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب، نهم، صنعاء.
تشهد المنطقة العسكرية الخامسة بحرض وميدي في الساحل الغربي لليمن احتفالات فنية وعسكرية بمناسبة الذكرى 54 لقيام الجمهورية. ونظم سكن الجرحى احتفالا فنيا بالمناسبة، حيث ألقى أركان حرب المنطقة العسكرية العميد عمر جوهر كلمة أشاد فيها بتضحياتهم وبطولاتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وجمهوريته. وشهدت ألوية المنطقة احتفالات خطابية وفنية ساهرة بمناسبة ذكرى أعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر أحياها نجوم الفن في اليمن. تقول الموت لأمريكا وبنقضي على الكفار وما في أرضها مسلم من يوما على داره. وشارك في الاحتفالية عدد من قادة المنطقة ووفد من قيادة مجلس الإسناد الأعلى للمقاومة الشعبية في إقليم تهامة، ألقوا فيها كلمات عبروا فيها عن خالدية المناسبة في وجدان اليمنيين الذين عبروا بها نحو الحرية والتحرير. تواصلون تحقيق أهداف هذه الثورة المباركة، فأنتم رواد الجمهورية الثانية. أباهم كانوا رواد الجمهورية الأولى في 26 سبتمبر، أنتم رواد الجمهورية الثانية بالحادي عشر من فبراير العظيمة. كما ألقيت في الاحتفالية العديد من الكلمات والقصائد أكدت على أهمية الذكرى وذكرت بالمبادئ والأهداف التي قامت الثورة اليمنية من أجلها، والتي من أهمها التحرر من الاستبداد وبناء جيش وطني قوي. هنا تعز المشهد يتحدث والصورة تحكي ألف حكاية وحكاية، كطائر فينيق تخرج تعز من تحت رماد الحرب والقصف والحصار لتقول للعالم إنه سبتمبر ثورة تستعصع الانقلاب، وجمهورية تتجاوز المشاريع الطائفية والسلالية والمناطقية. في مثل هذا اليوم المجيد أشرقت شمس الحرية للشعب اليمني وتحرر من الظلم والاستبداد والسلالية والإمامية والرجعية، وقدم الشعب اليمني آلاف الشهداء والجرحى. ولن يحكم الشعب اليمني بعد اليوم أي أسرة، لن تحكمنا الأسرية، لن يحكمنا عفاش وأسرته، ولن يحكمنا الحوثي وأسرته. وما يحصل اليوم من تقديم آلاف الشهداء مرة أخرى هو تقديم للثورة 26 سبتمبر. ويؤكدون أيضا بأنه لا يمكن لميليشيا ألقى بها المشروع الإيراني على قارعة التاريخ والجغرافيا أن تنقلب على إرادة شعب وثورة وطن. كون هذا اليوم هو الذي حفظ لنا كرامتنا وحفظ لنا حقوقنا وحفظ لنا وطن اسمه اليمن. ثورة 26 سبتمبر الذي قام ضد الحكم الإمامي وأسقطت، ها هم أبناء فبراير مستمرون بنفس خطى السبتمبريون وعازمون على إسقاط الانقلاب الذي يريد عودة الإمامة إلى اليمن، عازمون على تحرير الوطن بأكمله. إنه 26 سبتمبر يوم ما عاد اليمني مجده وللتاريخ اعتباره والأجيال حلمها المسروق ومستقبلها المصادر. أشواق وأهداف ثار اليمنيون من أجلها من قبل ويقاومون من أجلها اليوم، وفي سبيلها يقدمون أسماء وأغلى التضحيات. وهنا لوحة أخرى يصنعها أبطال المقاومة والجيش الوطني على ثغور المدينة وتخومها الصامدة بالانتصار لثورتهم والتصدي للميليشيات ومواجهة الانقلاب الذي أصبح سقوطه قاب قوسين أو أدنى. عبد القوي العزاني، يمن شباب، تعز. وكأنها الثورة ذاتها، وكأن صباح أيلول يشرق من جديد، وكأن التاريخ ليس سوى صفحات متشابهة يكتب فيها الأبطال مبادئ العزة والتحرير. الزمان نوفمبر من العام 62، المكان ميدي، حيث تجمعت القوات الجمهورية لتحرير الساحل الغربي من ميليشيا العائلة الإمامية مسنودة بقوات التحالف العربي المتمثلة بطلائع القوات المصرية في معركة لم تتوقف حتى إسقاط الحكم الإمامي البائد. وفيما كانت القوات اليمانية السبتمبرية تشق طريقها نحو صنعاء، كانت طلائع القوات المصرية تحكم قبضتها على حرض.
في معركة عربية امتزج فيها لون الدم المصري اليمني بأطر الصحراء وعزته. في هذا العام أيضا تجمعت قوات الجيش الوطني اليمني المسلحة بعزائم الأجداد وتصميم الثورة السبتمبرية الأولى لاستكمال تحقيق أهدافها التي تم اختطافها لأكثر من 3 عقود، مسنودة أيضا بقوات من التحالف العربي. من ميدي وحرض تقول تهامة كلمتها الفاصلة بأن جبال حجة وصحراء حرض وبحرها امتداد لثورة سبتمبر التحرير والنضال، وأن لا مكان لقوى التخلف والرجعية البائدة. خليل العمري لقناة يمن شباب من ميناء ميدي في البحر الأحمر.